اضربه على الازمه فينوتايبس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا بشكر الحضور وبشكر الدكتور محمد الشحات، وفي الواقع استاذ الدكتور مجدي زيدان سهل لي نص المسافة بإذن الله. دايما يدوني موضوعات كده غريبة مش عارفة ليه، يعني مستقصد إني لمياء، هي لمياء يعني. الموضوع اللي هم اختاروه لي المرة دي كانت الأزمة فينوتايب ريفليكتنج مانجمنت، تمام، أو هتكلم عن الإيرا أوف بيرسوناليزد ميديسن. معظم المحاضرة واخداها من الريفيو أرتكل ده، اتنشر في سبتمبر 2023، وده العنوان بتاعه اللي يحب يرجع ليه بعد كده أو يذاكره. My objective to explain الأزمه heterogeneity, to describe الأزمه phenotypes and endotypes, and to define the current management based on that. طبعا زي ما كلنا عارفين أزمه is a complex disease عبارة عن interaction between environmental factors and genetic factors. We accordingly العيان بيجي ب different forms triggered by different triggers. وفي أزمه hyper responsiveness و hyper responsiveness، وكل واحد ليه باثوفيسيولوجي مختلف. ده الباثوفيسيولوجي ان شورت استاذنا الدكتور مجدي زيدان اتكلم عنه. ايا كان الالرجين اللي بيسبب او التريجر بيسبب لي حاجه من الاثنين، يا اما تي هيلبر 2 انفلاميشن او نون تي هيلبر 2 انفلاميشن، وكل واحد ليه السيتوكاينز بتاعها. طب مين اللي بيبقى تي هيلبر 2 ومين اللي بيبقى نون تي هيلبر 2؟ ده بيبقى بيزد على جينيتيك predisposition عند العيان. يعني في عيانين جينيتيكالي هيروحوا للتي هيلبر 2 وعيانين جينيتيكالي هيروحوا للنون تي هيلبر 2. لقوا ان في اكتر من 60 لوكس موجود في الجينز مسؤول عن الازمه، منهم 24 لوكس مسؤول عن السيفير اند مودريت ازمه، وخمسه لوساي مسؤولين عن السيفير اكسسيربيشنز. اذا الجينيتكس بتلعب كمان رول، ولهذا كله لوجود الانفيرمنتال فاكتورز التريجرز الجينيتك فاكتور بنقول الازمه از نوت هوموجينس ديزيز. ما هواش ديزيز واحد، مش كل العيانين بيجوا بنفس البرزنتيشن، بتختلف البرزنتيشن باختلاف الباثولوجي، باختلاف الجينيتكس، باختلاف الانفيرمنتال اكسبوجر، باختلاف البرزنتيشن الفيسيولوجيك بارامترز والريسبوند تو ثيرابي، بيسايز زي ما قال لنا استاذ الدكتور مجدي زيدان باختلاف الانست سواء ابتدت في الشايلدهود او ابتدت في الادلتهود. الأزمة heterogeneity ده concept موجود من زمان، من أيام هيبوكرات كان بيقول الأزمة neuropsychological disease، وكل واحد حسب مخه بيقول له إيه هيبقى ده الأزمة presentation بتاعته. بعد كده على أوائل القرن اللي فات قالوا ده airway bronchospasm. بعد كده ابتدينا على أوائل السنتري بيقولوا إن ده inflammation، وفي الآخر ابتدينا ندخل في immunophenotyping ونقول لا ده في biologics دخلة في الأزمة. أول فينوتايبنج للأزمة كان من 1980، فاكرين كلنا وإحنا صغيرين أما ابتدينا النيابة كان يقولوا لنا إيه الأزمة، في إكسترنسك أزمة وفي إنترنسك أزمة، وده أول فينوتايبنج اتعمل للأزمة. لكن هم لقوا إن الإكسترنسك والإنترنسك أزمة حتى within the group في أشكال تانية، زي ما إحنا شايفين في أخضر وأحمر وأزرق within the same group. فابتدينا نعمل باثولوجي، لقينا إن كل واحد لي فينوتايب مختلف. ابتدينا نعمل اميونوهيستوكيمستري، الاميونوهيستوكيمستري عمل لي كلاسترنج للفينوتايبس دي لاندوتايبس، ناس فيها سيتوكاينز معينه، ناس فيها سيتوكاينز مختلفه، وناس فيها سيتوكاينز ثالثه، وكل واحد فيهم ممكن انه يتعالج بتريتمنت مختلف. فايدتها ايه اني اعمل كلاسترنج اكوردنج للاندوتايب؟ اما بعمل كلاسترنج اكوردنج للاندوتايب انا بعرف بعمل ايرلي ديتكشن للتايبس، انا بعمل بيرسوناليزد تريتمنت لاي واحد فيهم. الايم الاسمى للاندوتايبنج والفينوتايبنج اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نعمل ديفينيت تريتمنت للازمه. لحد دلوقتي اي ام تريتنج الاتاكس، اي ام تريتنج الاكسسيربيشن، اي ام تريتنج السيمبتومز، انما لحد دلوقتي ما لقيناش تريتمنت ادي للعيان ليوم او لشهر او لسنه واقول العيان بقى كيورد ما عندهوش ازمه. فاذا اور ايم العلماء كلهم ايمنج مع كل البحث ده ان يجي تريتمنت كويس اديه للعيان واقول له انا خلصتك من الازمه تماما. ده نفسنا ده اللي يحصل. برضو في التكنولوجي فيه البي سي ار وفي السيكونسنج عمالين ندور في الجينيتكس لعل وعسى نلاقي حاجه ممكن نمسكها او نعالجها عشان نعالج العيان ونخلصه من هذه الازمه.
إذن الأزمة إذا سندروم لو قلت بيبتدي إمتى والسيفيريتي عملت له فينوتايبنج يعني قسمته لأشياء ظاهرة، لو عملت بايوماركرز قسمته الإندوتايبنجز. فايدة البايوماركرز إيه؟ البايوماركرز في الأزمة زي أر ميجربل ماركرز، حاجة أقدر أقيسها. ميزتها إن أنا عايزة أقيسها أدي تريتمنت أقيسها مرة تاني وأشوف إن العيان اتحسن تاني، تمام؟ أنا بشوفه بالسيمتومز لكن عايزة برضو حاجات تانية أمسكها وأقيسها. معظم البايوماركرز موجودة في العيانين اللي عندهم تي هيلبر 2 تايب أوف إنفلاميشن، والنون تي هيلبر 2 تايب إنفلاميشن أكتشولي لحد دلوقتي معظم العلماء ما لقوش غير الإنديوست بيوتن بس هو اللي ممكن أقيسه فيه. إنما تي هيلبر 2 أنا عندي الإيزينوفيلز، أنا عندي الإميونوجلوبولين إي، أنا عندي البيريوستين، أنا عندي السكين بريك تيست، أنا عندي الأي جي إي، كل دول بيخدموا لي على التايب 2 انفلاميشن. انما النون تايب 2 انفلاميشن الغلبان لحد دلوقتي، ورغم انه يمثل السيفير كيسز مفيش اي ماركرز كتيره اكتشفناها غير الانديوس بيوتام اني اشوف فيها نيوتروفيلز ولا لا. بيز على كل اللي قلناه ده قال لك ممكن بقى نقسم اكوردنج للازمه فينوتايبس، ايرلي اونست ازمه تمام، وقسموها كمان مايلد مودريت وسيفير، ليت اونست ايزينوفيليك ازمه وقسموها برده مايلد ومودريت، وليت اونست نون ايزينوفيليك ازمه وبرده قسموها نيوتروفيليك وبوسي جرانيولوسيتيك. واكوردنج للسيمتومز في اكسيربيشن برون، في كاف فاريانت ازمه، اوبيزيتي ريليتد، وازمه هوس بيرسيستنت اير فلو اوبستراكشن. لو اكوردنج للتريجر بنقول في اكسرسايز واوكيبيشنال وسيزونال واسبرين. لو الباي ماركر بيزد قلنا ايزينوفيل ونيوتروفيل وبوسي جرانيولوسيتيك وميكسد جرانيولوسيتيك. ولو تريتمنت بيز انا بقول ستيرويد ديبندنت وستيرويد ريزيستنت. ليه وجع الدماغ ده كله؟ ليه انا عماله اعمل فينو تايبنج اند اندو تايبنج لحد دلوقتي؟ زي ما قلنا وي ار ايمينج تو بيرسونلايز الثيرابي اند تو ماكسيمايز الدراج ريسبونس. الجينا جايدلاينز بتديني ستيب وايز مانجمنت، انما انا اكشوالي انا ما عنديش عيان مايلد بس، مودريت بس، سيفير بس، لا انا عندي عيانه وست وازمه بقى لها 10 سنين لكن عندها 35 سنه نيجاتيف سكرين بريك تيست لكن البلاد ايزينوفيلز عاليه، الفينو قليل، البيديزنايد بتاخد كتير، عندها تو سيفير اكسربيشن، الازمه كنترول تيست 14، الاف اي في 1 ما هياش وحشه قوي. الجينا جايدلاينز هتقول لي السيمتوم كنترول والاكسربيشن كنترول، انها مش هتجاوب لي على حاجات تانية كتير. وبنقول ان الرغم من ان الجينا جايدلاينز احتفلت ب 30 سنه السنه دي من بدايتها، ابتدت من 1993، انما ستيل في جابس في الجينا جايدلاينز مش قادره تعملها لي. الجابس دي منها الفاين ادجستمنت بتاعه المانجمنت بتاعه العيان تو بيرسونلايز التريتمنت، ولحد دلوقتي ما حدش قال امتى انا هعالج العيان تو بي كيورد. فور اكزامبل الجينا جايدلاينز لما جت كلمتنا على الفينوتايبنجز هنلاقي الفينوتايبس موجود فين؟ في اخر حته في الجدول. اما العيان يوصل لحد ستيب 5 افكر اعمل له فينوتايبنج، يكتب لي ريفير تو فينوتايبنج. يا سيدي دلوقتي بس اما العيان بقى ريزيستنت لكل حاجه هفكر في الفينوتايبنج؟ طب ليه ما بنفكرش فيه من ستيب 1؟ انا عندي فيه حاجات من الفينوتايبس اقدر ابقى دايركتنج الجول بتاعها فيري ايرلي، يعني زي حاله زي دي، حاله مايد ايرلي اونست ازمه، ليه ما اعملوش فينوتايبنج من الاول وادي له تريتمنت اكوردنج للفينوتايب بتاعي؟ ليه انا مستنيه ما العيان ده يبقى ستيب 5 عشان اعمل ريفيرنج للفينوتايبنج؟ العيان ده السيمبل اللي بنشوفه طفل صغير من اللي الرجيك وعنده فاميلي هيستوري اوف ازمه واتوبي والرجيك راينايتس، غالبا العيان ده ريسبونسيف للستيرويدز والعيان ده هيمشي اموره كويسه جدا. ده عكس عيانه ثانيه اكبر في السن تمام، وغالبا في ميل بيشنت وغالبا اوبيس وبريزنتنج ليتر ان لايف معها كرونيك راينوساينوسايتس، نعمل حسابنا من الاول ان العيانه دي هتبقى ستيرويد ريزيستنت وابتدي من الاول ادور على البيولوجيك. النون ستيرويدال اكسربيتد تايبس اوف ازمه من الاول انا العيان ده ما استناش للستيب 5، ما من الاول اديله انتي ليكوتراين العيان ده، ومن العيان ده من الاول اعمل له افويدنس واعالجه اكوردنجلي. العيان الاكسرسايز انديوس برونكوسبازم امشي ليه معاه في الجينا جايد لاين ستيبس مع اني هديله انتي ليكوتراين وهعمل له اقلل الاكسرسايز اللي بيعمله والعيان هيبقى كنترولد. زي ما قلنا النون ايزينوفيليك ازمه رغم ان هي نون ايزينوفيليك ونيوتروفيليك انما ليها اثنين فاريانت، في فاريانت حلو وكويس خالص بنقول عليه بي 9 فاريانت،
بوسي جرانيوليسيتك أم هنعمل إنديوس بيوتم، هلاقي في كمية النيوتروفيلز قليلة، والعيان ده مصلي بيناين رغم إنه كبير في السن، رغم إنه هو نون إزينوفيلك. عكس النون إزينوفيلك نيوتروفيلك اللي لما هشوف الإنديوس بيوتم هلاقي فيه نيوتروفيلز كتيرة قوي، ده العيان غالبا هيبقى ريزيستنت، والعيان ده I should consider thermoplasty من الأول. العيان ده غالبا عنده في السبيوتم بتاعه ماتريكس ميتالو بروتينيز عالي، والعيان ده بروم من الأول إن يحصل له ريمودلينج، فأنا ما استناش كل الستيبس دي علشان أبتدي أعمل له فينوتايبينج في الآخر وأبتدي أقول أه والنبي أنا دلوقتي I will consider thermoplasty. فيه الأوبيسيتي فاريانت أزمة، ده جينيتيكالي برون، والعيان ده برضو لو ابتديت من بدري إني أعمل ريدكشن للويت بتاعه العيان ده بيتحسن. إذن هدفي من الفينوتايبينج أو الإندوتايبينج إني أعمل بيرسونالايزد تريتمنت، وإني أدي بيولوجيك تريتمنت للعيان كل واحد حسب احتياجه. طب إيه هي الموست امبورتنت بيولوجيك تريتمنت اللي ممكن أديه؟ الموست امبورتنت بيولوجيك تريتمنت اللي انا اديه هو البيزك ستاندرد اي سي اس، ده هو المين بيولوجيك تريتمنت يا جماعه اللي انا بديه. عيب الاي سي اس هو ميزته ان هو وان سايز فيتس اول، اني لازم استخدمه في كل العيانين، وان هو اللي بيحسن من 90% ل95% من العيانين، فما فيش عيان ازمه مش هديله بيولوجيك تريتمنت بيولوجيك لانه بيفرز من الجسم اسمه الاي سي اس، فكل العيانين هياخدوا الاي سي اس بلا مناقشة، هيفضل لي من 10% ل5% دول اللي محتاج أدي another biologics. طب هدفي إيه في البيولوجيكس؟ هدفي إنه to reduce the exacerbation زي أي drugs، to decrease the steroid dose زي the other drugs، طبعا to improve the symptoms زي أي drugs. الهدف الأسمى اللي إحنا مش عايزين نعلنه، أنا عايزة biologic treatment أديه وأقول له العيان خفيت وما جتش تاني. طيب هل العيان أني أحسن واحد بيولوجيك؟ أحسن واحد بيولوجيك اللي هيضرب لي الأزمة من المسافة صفر زي ما بيقولوا مؤخرا، تمام؟ البيولوجيك تريتمنت اللي هيبقى فينوتايب بيزد، اللي هيبقى بايوماركر بيزد، اللي عنده البوتنشال إن أقيس له البايوماركر وبعد كده أديه بعد كده أقيس البايوماركر مرة تانية ولاقيه اتحسن، وإنه يبقى personalized لكل عيان، هو ده البيست تريتمنت اللي أنا عايزاه. طب إمتى أبقى هدي البيرسوناليزد تريتمنت؟ لو أنا في دولة غنية قوي وهقدر إني أقيس الداونستريم ميدياترز، لأني لو قست الـ IgE ولقيته عالي هدي الـ anti-IgE، لو قست الـ IL3، IL5، IL4، IL13 لقيتهم عاليين على طول هدي الـ anti-IL المعني. لو أنا هدي كمان هعمل sequencing وهعمل downstream mediators زي الترانسكريبشن جاتا 3 أو TSLP وقدرت إني أقسهم خير وبركة هقسهم وهدي targeted therapy على الحاجات دي. طب لا أنا مش دولة غنية وما أقدرش أقيس لكل العيانين المديتورز دي، خلاص I will refer للحاجات اللي عندي. إيه الحاجات اللي عندي أساسا؟ عندي الإزينوفيلز والفينو، فعندي الإزينوفيلز والفينو according للجينا guidelines هشوف العيان ممكن ياخد إيه. لو العيان atopic at any time مع فينو وفينو وإزينوفيلز عالية أو مش عالية I will refer للأنتي-IGE، إنما لو هم عاليين والعيان non-atopic skin prick test كان negative غالبا هدي حاجات تانية. إيه الحاجات التانية؟ الجينا guidelines قالت أنا عندي الأنتي-IGE، الأنتي-IGE بدي في العيانين الأصغر سنًا، المايلد تشايلدهود، البوزيتيف سكين بريك تيست اللي عندهم بوزيتيف هيستوري أوف أتوبي، الأنتي آي إل 5 أند ذير ريسبتورز أنا بديله للعيانين اللي عندهم إيزينوفيلز عالية وعندهم نيزل بوليبوزيس وعندهم الفينو عالي. لو الفينو والإيزينوفيلز أعلى وأعلى والعيان ديبندنت على الأورال كورتيك ستيرويد أي ويل ريفير للأنتي آي إل 4، ولو أنا مش عايزة أقيس ميدياتورز كتير هاخد الأنتي إس إل بي. بعد كل السلطة اللي احنا قلناها، هل ممكن البيولوجيك تريتمنت الغالي قوي السبيسيفيك قوي ممكن يحصل له فيلر؟ اكتوالي ممكن يحصل له فيلر. امتى؟ اما انا ابقى مش مختارة العيان صح ومش مختارة التريتمنت صح، او بيحصل فعلا اوتو انتي بودي اجينست البيولوجيك اللي احنا بنديها، بيحصل اوتو انتي بودي فعلا وبيحصل منها ريزيستنس. ولذلك لازم انقي العيان صح وانقي التريتمنت صح ونقي البايوماركر صح، وفي possibility اني اعمل combination between two biomarkers، وبعد ما ادي العيان
دايما اقول مش مهم ابتديت امتى، المهم هتنتهي امتى. بندي 4 شهور لو عيان لم يتحسن I should switch، لازم اغير، ما اقعدش ادي بيولوجيك تريتمنت اكتر من 4 شهور والعيان مش بيتحسن وانا اقول لا والله انا بزلت. فاي شود مونيتور البيشنت اند كونسيدر ادجستمنت دايما لان الفينوتايبس ممكن تتغير. طيب الجين سيل ثيرابي، في حاجات كتير احنا بنستخدم الجين ثيرابي، هل هينفع؟ هو في حاجات كتير نفع، نفع كانتي فايبروتيك وكانتي انفلاماتوري وكانتي مايكروبيال. في الازمه حتى الان لم ينفع ومفيش اي حد قال ندي جين ثيرابي في الازمه. لسه في future questions انا هقولهم بسرعه، امتى تو ديسايد ان ادي بيولوجيك، امتى تو ديسايد تو كومباين البيولوجيك، امتى اقول في اذر باي ماركرز، احنا تعبنا من الايزينوفيلز والفينو عايزين حاجات ثانيه نقيسها، لان حتى الادجستمنت بتوين حاجه وحاجه، ده هنا الايزينوفيلز 300 و150 هي 150 ل200 فبرضه مش واضحه قوي. امتى انا ادي ايه للعيان النون تايب 2 هيلبر ازمه، ولو العيان عنده سي او بي دي ازمه اوفرلاب هديه البيولوجيك ولا لا. وماي كونكلوجن از in the light of this understanding I should more individualize the treatment of asthma. This entails in اعمل better and finer delineation of phenotypes and types of asthma and treat the patient targeting cure of asthma with personalized treatment especially for severe cases. Thank you.